دخل العصيان إلى هذا العالم. والعصيان معناتها معصية، والمعصية معناتها تمرد، معناتها أنا لا أريد أنه حدا يقول لي شيء، أنا بقرر شو لازم أعمل. وفجأة الرابع بيقول لك أنا أريد أن أحيا فيك، أنا أريد أنك أنت لا تحيا فيما بعد، بل أنا اللي عم بحيا فيك. وأنا وأنت بعض الأحيان مش حبين الصلبان، لأنه مش عارفين بأنه نتيجتها رح تكون القيامة. حتى بهذه الأوقات في حال، لأنه مش دائما الله بيطلب منه، لكن مثل ما قال الكتاب المقدس بعبراني، في حال الله سمح أنك أنت تكون عم تقطع بظروف أو بأماكن أو بأوقات صعبة أو بتحديات صعبة في هذه الحياة، اعرف جيدا بأنه نتيجتها سوف تكون قيامة. الله دائما أول ما يبلش عهد مع أي إنسان عم يفتح بيقلب صفحة معك، عم بيعطيك فرصة، عم بيقول لك أنا قد أباركك، أنا أريد لك شو هالكلمة، كلمة بركة معناتها هيك أقويك لكي تزدهر لكي تثمر. شو هي البركة؟ أنك تقع الأرض ترجف؟ ها هي؟ شو هي البركة؟ أنك تضحك تنط تحكي ألسنة؟ نعم نشكر الله، نعم البركة ألسنة، الألسنة بركة من كل تأكيد، لكن الحياة المثمرة هي الغرض. تعرف هذا شو بيقول لي؟ بيقول لي الكلمة اللي قالها يسوع، ليشرق نوركم أمام الله والناس فيدرك العالم بأنكم تلاميذي. نعم في كثير أشخاص ناطريتك، ناطرة أنه نورك يشع، ناطرة أنه يسوع اللي فيك يثمر، لكن أنا وياك منشغلين بالدش، منشغلين بفواتير الكهرباء وفواتير السلولار، والدنيا بتعرف إبليس شاطر أنه عم بيخلي الحياة يصير طالبة أكثر وأكثر، وعم بيزيد التقل عليك أكثر وأكثر، ليصير متطلباتك أكثر وأكثر، ولا تعيش ولا تصرف، ومشان تصرف وتعيش بدك تشتغل أكثر، ولا تصرف وتعيش مش بس بدك تشتغل أكثر، بدك تكذب وبدك تحتال وبدك تعمل مليون ألف قصة، وبصير ضميرك تعبان مش قادر تعيش حياتك المسيحية، ولا تثمر ولا تعمل أي شيء، مش قادر تصدق بأنه الله في عيشك كتير منيح إذا أنت قلت له يا رب أنا رح أعيش في المسيح. لأنه الكرازة رح تجي من خلال إنسان عم بيضوي فيه الفرح، مش بيحكي عن الفرح، فيه الفرح، فيه القداسة، مش بيحكي عن القداسة، عايش بخاف الله، بخوف الله، بفرح الله، بسلام الله، بانتصار الله. أوقات الله بيعمل هيك بعنف، عم بحبك، بس عم بحبك، بديك تطلع فيه. أنت مشغول بأشياء كثيرة، بركات هو عطاك إياها، شغلتك البركة أكثر من المبارك. حابب شو عطاك أكثر مما حابه لقاله، تيجي تقول له يا رب أنا تارك كل شيء وجاي أسكب قلبي عندك حبيبي يا رب، لأنه كل شيء منك وبك ولك.